مرحبا بكم في صالون علمانيون الثقافي رقم 546. تعد الفلسفة الإسلامية أحد أهم اهتمامات حركة علمانيون، فرؤيتنا كحركة لمسألة التغيير ترى أنه لا مناص ولا فكاك من تناول الفكر والفلسفة الإسلامية من مناطقه ومدخلاته ومذاهبه المختلفة كضرورة لإحداث هذا التغيير. والحقيقة أن مسألة الفلسفة الإسلامية لطالما وقعت في فخ التنميط عند تناولها، فأغلب المنتمين من الفريقين، الفريق الحداثي والفريق التراثي، يروا الفلسفة الإسلامية برؤية نمطية، فتناولوها بإنكار في أغلب القراءات، سواء إنكارا بعدم وجودها من الأساس أو إنكارا قيميا أصوليا، استنادا لرؤية أشهر أصحاب هذا الرأي الإمام الغزالي. والحقيقة أن الفلسفة الإسلامية مرت بمراحل تطورية عدة، إلا أن هنالك خطا مركزيا يمكن تتبعه في فهم وتفكيك حركة الفكر والفلسفة الإسلامية، ألا وهو المنطق الأرسطي الذي كان بمثابة المركز التي استندت عليه الفلسفة المسيحية وتلاها في ذلك الفلسفة الإسلامية. ولكن شتان الفارق في التعاطي مع الفكر الأرسطي بين علماء وفلاسفة الإسلام في العصور الوسطى، ويمكن التدليل على ذلك من خلال استحضار معركة التهافت الشهيرة. ويبقى هنالك عدة أسئلة في هذا المضمار: لماذا اتخذت الفلسفة المسيحية والفلسفة الإسلامية من المنطق الأرسطي مدخلا في بناء أفكارها؟ ما هي أسباب التباين بين فلاسفة المسلمين في تعاطيهم مع منطق وفلسفة أرسطو؟ لماذا هم مشى الفارابي وابن رشد وابن حزم لصالح الغزالي وابن تيمية؟ هل من الممكن أن يقدم المنطق الأرسطي جديد في الفكر الإسلامي، أم أن الأمر تجاوزه؟ في هذه الليلة من صالون علمانيون نحاول أن نقدم إجابة على هذه الأسئلة وأسئلة أخرى في لقائنا الذي يأتي بعنوان المنطق الأرسطي في حركة العقل الإسلامي من الفارابي إلى ابن تيمية. يسعدنا ويشرفنا أن يحل ضيفا علينا لتناول هذا الموضوع الباحث في الفلسفة الإسلامية معتز إبراهيم. أدعو حضراتكم للترحيب به. مساء الخير. أحب أبدأ كلامي بمقولة لرائد التنوير في العصر الحديث إيمانويل كانت، اللي معناها أن الإنسان لم يتحرر من الاستبداد إلا بعد أن تخلص من القيومية التي يفرضها على نفسه. هذه القيومية لم يفرضها أحد عليه، هو اللي فرضها على نفسه. هو ما فرضهاش على نفسه لعجزه عن التفكير أو لجهله، وإنما فرضها على نفسه لأنه لم يمتلك الشجاعة اللي من خلالها يقدر يفكر تفكير مستقل. عشان كده كان شعار العصر ده، عصر التنوير، كن شجاعا واستخدم فهمك. فنادرا ما نجد إنسانا يمتلك الشجاعة في أن يفكر تفكيرا حرا مستقلا بعيدا عن التلقين. وهذه الطريقة في التفكير ليست جديدة على الإنسانية. فالحكماء قديما يعني وضعوا أسسا للتفكير الصحيح، وكانت هناك محاولات كبيرة وكثيرة لأن يحافظ الإنسان على إنسانيته، لأن التفكير هو أعظم وأهم ما يميز الإنسان. لذلك عرفوا الإنسان بأنه حيوان ناطق. يعني حيوان ناطق؟ يعني حيوان مفكر. فالتفكير هو أهم ما يميز الإنسان، والتفكير هو حركة النفس الإرادية من المعلوم إلى المجهول لتحصيل المعرفة. إذن هم عرفوا التفكير بأنه حركة إرادية وليست حركة تلقينية وليست حركة جبرية، وإنما هي حركة إرادية. فالإنسان مسؤول عن أفعاله، لأن تفكيره الذي يقود حياته هو أمر إرادي، وهو نشاط ينتقل فيه الإنسان من المعلوم، معلومات موجودة عنده، إلى المجهول. فالتفكير عبارة عن حركتين: حركة تجميعية الإنسان بيجمع فيها المعلومات ويرتبها على صورة معينة يصل من خلال ذلك إلى المجهول. طبعا
طبعا أرسطو وضع علم المنطق لضبط هذه العملية، وهو لم يضع هذا العلم بمعنى أنه وضع وجهة نظره أو أنه يعني ألفه، وإنما هو اكتشف من نفسه عندما كان يفكر، اكتشف أنه بيجمع المعلومات ويرتبها بصورة معينة فيصل إلى المجهول. وعرف قوانين التفكير بأنها آلة قانونية يعصم أو تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. فهو آلة، يعني آلة، هذه الكاميرا آلة وظيفتها هي تصور. لو أنا من بكره هذه الكاميرا ما فيش بينه وبينها أي مشاعر، ما دمت أنا أمامها والأستاذ أحمد شغالها هتصور، فهي آلة. كذلك المنطق هو مجرد آلة، أي إنسان عنده عقل هيستخدمه سيستطيع أن يصل إلى المجهول. السكين آلة تقطع، السيارة آلة بتوصلني، يعني هي آلة موضوعية ليست فيها يعني أنس أو محبة أو لا تختص بشخص معين، بجنس معين، بشكل معين، لا، ما دمت مفكرا والتزمت بهذه القوانين ستصل إلى المجهول وستعصم عن الخطأ في التفكير. تعصم مراعاتها بمعنى أن الإنسان اللي مش هيراعي هذه القوانين في أثناء عملية التفكير هيقع في المغالطة. فالمنطق لا يحمي المغفلين، القانون لا يحمي المغفلين، يعني أكبر حجة قانوني في العالم لو لم يلتزم بالقانون سيطبق عليه القانون. ما يقولش بقى أنا عالم في القانون إزاي تحاسبوني بيه، أنت لم تلتزم بالقانون. كذلك قوانين المنطق وقوانين الفكر، أرسطو قال أن هذه القوانين إذا التزمت بها لن تقع في الخطأ في التفكير، وإذا أهملتها مهما كنت عالما لو كنت أكبر فيلسوف ستقع في الخطأ. عشان كده ما تقوليش فلان ده فيلسوف وبيغلط وبيقع في مغالطات، هو لم يراعيها خلاص. فإذا أصبحت هذه القوانين أخلاق وملكة حضرتك بتستخدمها في كل تفكيرك وفي كل حركاتك وسكناتك، تضمن لك أن تكون منضبطا معصوما في أفعالك الإرادية الاختيارية. هذا بالنسبة للمنطق وتعريفه. طيب إيه هي الشروط التي إذا التزمت بها هفكر تفكير سليم بعد ما أدرس المنطق؟ أول حاجة أنك تعرف قواعده زي ما قلنا. رقم اثنين تكون عندك موضوعية، يعني أنت عندما تطبق هذا المنطق لابد أن تطبقه بصورة ليست فيها أي نوع من أنواع الدغمائية أو أي نوع من أنواع التقليد لمجرد التقليد، أنا بحب فلان فهقلده، أنا بميل لشيء معين فهعمله، لا، المنطق يفرض عليك أن تكون موضوعيا، ألا تخالف هذه القوانين تحت أي ضغط. طيب إيه هي موانع التفكير الصحيح؟ إيه اللي بيمنعنا أن احنا نفكر تفكير صحيح؟ بيمنعنا الخوف، الخوف من قول الحقيقة وأن احنا نفكر باستقلال، أنا خايف أعمل كده عشان المجتمع، خايف عشان الرقابة، خايف عشان إلى آخره. بيمنعنا الكسل، واحد عنده استعداد يأكل أكل جاهز وإنه ولا إنه يقوم يعمل، ففي كسل ذهني، واحد مش عايز يفكر، عايز خلاص أنا وجدت أهلي كده وجدت بيتي كده أمشي على ما أنا عليه، لكن ما فكرش، ما واجهش الحقيقة، لا أسعى لانتزاع هذا الاستقلال، لأن الحرية لا تهدى. واحد شايفك بتسمع كلامه وماشي وراه في كل حاجة هو مبسوط، لكن الحرية تنتزع. فالكسل عن التفكير سبب لأن يكون الإنسان بعيدا عن التفكير الصحيح وعن تحقيق الاستقلال الفكري. من الأسباب أيضا التعصب، الإنسان إذا كان متعصب لأي فكرة بصورة يعني لا يقبل النقد فيها ولا يقبل أن يسمع أي رأي مخالف لها، يستحيل تتضح أمامه الصورة ويصل للحقائق. فالتعصب خطر كبير جدا أمام التقدم وأمام معرفة الحقيقة. والتعصب هو يعني ليه مصادر، يعني ليه انعكاسات كتيرة على النفس، يعني ممكن أنا مثلا الأستاذ أحمد سامر يختلف معايا يعني تعصبي يخليني يعني تكون رد فعل قوي، يكون عندي رد فعل قوي أمامه ضده، أنفجر فيه، ده تعصب. وممكن أسكت لكن أقطع علاقتي بيه خلاص، يعني أنا راجل محترم وأنت خالفت مبادئي فأنا أقطع علاقتي بيك وما أتكلمش معك تاني، ده كله أيضا من التعصب. والتعصب سببه إيه؟ سببه هو الشكوك، أنت ما عندكش ثقة في أفكارك. عندما تهجم الشكوك على النفس الإنسان يكون عنده يعني ما يكونش عنده استعداد أبدا أنه يتقبل أي كلام في هذه النقطة. فأي حد يتعصب في النقاش يعرف على طول أنه هو عنده شك، وهذا الشك ضروري للوصول إلى الحقيقة.
امتى يكون الشك صحي ويوصلنا للحقيقه؟ عندما يكون الشك هو عباره عن اثاره الاسئله التي اجابتها هي العلم. هو العلم عباره عن ايه؟ يعني ارسطو لما جه يحط المنطق ويحط الفلسفه، اول حاجه سؤال مطلب ما؟ مطلب هل؟ مطلب لما؟ يعني ايه؟ يعني هو بيتساءل كيف افكر؟ ما هو الوجود؟ ما هي علل الوجود؟ لماذا؟ لماذا وما واين الى اخره؟ كل هذه اسئله تطرح. ما الذي يحرك هذه الاسئله؟ الشك. انا لو ما عنديش شك هسال ليه؟ عمري ما هسال. فالشك يحرك النفس، لان الشك جهل. الشك جهل، انا مش عارف ارد احترف فبسال. العقل بيتحرك عشان يجيب على السؤال. لو السؤال مطابق للواقع اصبح علم، لو السؤال مخالف للواقع الجواب عفوا، لو الجواب على السؤال مطابق للواقع بقى علم، طب مش مخالف للواقع بقى جهل مركب. يبقى انت عندك علم، انت فاكره علم وهو مش علم. اذا الموضوع خطير ويحتاج الى دقه شديده جدا. البحث في المعقولات يحتاج الى دقه. انت الشك بتاعك ضروري، ولكن ما تقولش انا هشك على طول. شك على طول يعني انت هتفضل جاهل على طول، وده مش طلب علم. انت مش طالب علم بقى، انت طالب جهل. لا، انت بتشك وهذا الشك يثير السؤال، وتبدا تسعى للاجابه على السؤال. تنطلق من ايه؟ من البديهيات، من الاوليات العقليه اللي بتبني عليها رؤيتك الكونيه، ونتيجه لها بيبقى في منظومه فكريه، منظومه اخلاقيه، نبدا حياتنا كلها تنضبط بقانون العقل. طيب ده بالنسبه ايه للمنطق، ولمحه سريعه عنه. هذا المنطق بعد ما ارسطو توفي وحصل يعني غزو روماني على اليونان، انتصرت جيوش اليونان الرومان على اليونان من حيث القوة العسكرية، لكن من حيث الثقافة والفكر ذابت القوة المنتصرة في القوة المنهزمة. وده لما تكون الفوارق عسكرية فقط واقتصادية، لما يكون الفرق بين الغازي والضعيف أو المغزو، المغزو أقوى منه ثقافيا، الغازي بيخضع. بيفكرنا ده بإيه؟ بيفكرنا بالمغول. المغول اجتاحوا العالم الإسلامي بقوة عسكرية وعددية ضخمة جدا، ولكن بمجرد ما خضعوا واستقروا في العالم الإسلامي بدأوا يدخلوا في الإسلام. ليه؟ هو ما عندوش حضارة، هو راعي غنم، ما عندوش أي فكر ولا عنده أي حضارة. ليه؟ ناس أكتر منه فكرا وحضارة خضع عليهم، ذاب فيهم. نفس القضية برضه العثمانيين. فالقوة العسكرية والاقتصادية وحدها لا تكفي، لازم يكون في قوة حضارية، قوة ثقافية، قوة ناعمة. فالرومان اعتمدوا على القوة العسكرية والتنظيم الإداري القوي وعلى الجيوش النظامية، ودخلوا بلاد اليونان وحكموها. طيب بعدين بدأوا يذوبوا فيهم، بدأ العصر الهيليني اليوناني يتحول العصر الهيلينستي، وبدأوا يتأثروا بهذه الحضارة اليونانية. ثم لما ظهرت المسيحية دخل الامبراطور قسطنطين في المسيحية عشان يعني ينال دعم المسيحيين، وبعد ذلك اشترطوا عليه ان هو ينحي بقى المنطق الارسطي والكلام ده كله، لان المنطق بيقف حجر عثرة امام يعني اي ايديولوجيا اخرى. هو واقعي، عايز يثبت الواقع، فانت عندك ايديولوجيا مخالفه لهذه الاراء، فمن مصلحتك ان انت تبعده. بعد كده عمل يعني زي مثلا لجنه من الاساقفه، وبداوا ينظروا في المنطق، وما توافق مع المسيحيه قبلوا، وما خالف ركنوا. فركنوا المنطق المادي وحافظوا على المنطق الصوري بس. المنطق الصوري ده عباره عن ايه؟ عن شكل عام، ديزاين، وانت بتقيس عليه اي معلومات عندك. انت الثوابت بتاعتك بتستخدمها في منطق الصوري وبتثبتها بيه، لكن المنطق المادي هو بيخليك ازاي تنتخب المعلومات. احنا قلنا ان التفكير تجميع وترتيب. التجميع ده انت ازاي تعرف المعلومات الصادقه من الكاذبه. الترتيب ده صوري، حاجه شكليه، قالب كده. هم خدوا الصوري، الشكل، القالب الخارجي، وسابوا المواد. ليه؟ لان هو عنده الكتاب المقدس هيغنيه في هذا الموضوع. وبالتالي دي اول ايه؟ محاوله لايه؟ لبتر المنطق. وبقت الدولة الرومانية مسيحية، وخلاص المنطق الأرسطي بدأ يدرس كصورة فقط. وفضلت الدولة الرومانية طول فترتها كده، لحد ما جه الفارابي. هو أول واحد في الإسلام يقرأ الكتاب، كان الجزء ده اسمه الجزء الذي لا يقرأ، اللي هو إيه؟ باب البرهان، الصناعات الخمس: البرهان، الخطابة، السفسطة، الشعر، الإيه؟ الجدل.
تمام؟ دي اسمها الصناعات الخمس في المنطق المادي. طبعا المشهور عندنا ان المنطق صوري، صح؟ وكل يقول لك المنطق الصوري. لا، هو المنطق في حقيقه الامر صوري ومادي. ولكن اللي اشتهر ان هو ايه؟ ان هو صوري بس بسبب الروايه التاريخيه اللي انا قلتها دي. طيب بعد كده جه الاسلام ودخل المسلمين العرب دخلوا في بلاد الشام واحتكوا بالحضارات الاخرى وبداوا يحتكوا بالكنائس وبداوا يشوفوا ازاي الكنائس بتستدل وبتستخدم المنطق في استدلالاتها وبداوا يحاكوا هذا الامر فخدوا المنطق برضو ابتر ومجتزأ زي ما ايه لقيوه واستمر هذا الامر في العالم الاسلامي. طبعا في اشاره حابب ان انا اوضحها في نشأة الفكر الإسلامي وعلم الكلام الإسلامي، إن احنا يعني المشهور إن علم الكلام انتشر، يعني المسلمين ابتدعوا أساليب للفكر وللتنظير يعني، ومن خلال هذه الأساليب نشروا علم الكلام. لكن الأستاذ يوسف زيدان في إحدى كتبه بيقول كلام أقرب للواقع، يعني هو بيقول إن العملية كانت يعني لم تكن كما يقول المؤرخون، يعني انتهى عصر المسيحية وبدأ عصر الإسلام صفحة ابناها، لا، العملية بتكون عبارة عن ايه؟ تأثير وتأثر، يعني حضارتين ممتزجتين فطبيعي يحصل تأثير وتأثر. فالمسلمين تأثروا بالحضارات السابقة، تأثروا بالعصر اليوناني وبالعصر السورياني، وخصوصا وهذه الحضارة نشأت في بلاد الشام اللي هي معقل السوريان ومعقل المسيحية. فكثير من اللي دخلوا الإسلام من المفكرين والمثقفين بلغة العصر كانوا عندهم ثقافة مسيحية ودخلوا الإسلام بهذه الثقافة وبدأوا يتكلموا في الإسلام أو علم الكلام الإسلامي، يعتبر امتداد للاهوت المسيحي الذي كان موجود قبل الإسلام. وذكر أربعة من المفكرين سماهم آباء علم الكلام الإسلامي. أول واحد اسمه إيه؟ معبد الجهني، وهو اسمه هو عربي تبع اسم قبيلته، وكان بيقول بحريه الاراده. وحريه الاراده ديت هم كلهم يعني يعتبر ضحوا في سبيلها، وهي كانت مقاومه للمذهب المونوثيلي اللي هرقل عمله. هرقل ده كان حاكم روماني وكان عايز يحكم حكم مطلق، فقال للناس ما فيش حاجه اسمها اراده، انت ما عندكش اراده. احنا بنقول ايه؟ كانت في الاول قال اهم ما يميز التنوير ان الانسان عنده استقلال فكري، صح؟ وان الحكماء اكدوا على الموضوع ده ان الفكر حركه اراديه. دايما اي مستبد مش عايز كده، عايز ايه؟ عايز انت مجبر، فانا امر واقع وامشي ورايا. فهرقل قال المذهب المونوثيلي ده بيقول ان وحده المشيئه الالهيه، مشيئه الله هي مشيئه البشر. ربنا عايز الحاكم فلاني يبقى هو ده، يبقى امشي وراه. اللي انت رديها في الاسلام الجبريه، مفهوم الجبريه انه ايه؟ مفيش اختيار. خد بالك؟ فاللي عرضوا الاحرار او المفكرين اللي عرضوا المذهب المونوثيلي بتاع هرقل، الامتداد ليهم معبد الجهني عارض مبدا الجبر عند الامويين اللي استغلوا نفس الفكره بتاعت هرقل عشان يحكموا. فهو عارض وقال لا، الانسان حر والانسان مسؤول عن افعاله ومفيش حاجه اسمها جبريه والكلام ده. طبعا الكلام ده بزعل طبعا، وحكم عليه بالاعدام وصلب. تمام، ده رقم واحد. رقم اثنين، غيلان الدمشقي تلميذه، المفكر الثاني من اباء علم الكلام، غيلان الدمشقي. غيلان الدمشقي كان برضه بيقول بحريه الاراده، وكان راجل فقير وساكن في زقاق جنب باب اسمه باب الفراديس في دمشق. ويعني من كتر امانته واخلاصه، عمر بن عبد العزيز لما حب يوزع اموال بني اميه بالعدل اداله الفلوس كلها بتاعه بني اميه يتولى مسؤوليه تصفيتها وتوزيعها على المحتاجين. شوف الثقه، رغم ان عمر بن عبد العزيز كان مختلف معاه في العقيده، يعني ده راجل بيقول ان الانسان يخلق افعاله وبيرفض اي ظواهر النصوص تشبه ربنا بالبشر يلزم منها التجسيم. فعمر عبد العزيز متدين، التدين بتاع الفقهاء اللي اتعلم على ايديهم، والفقهاء اصلا كانوا بيرفضوا المنطق وبيرفضوا التفكير في النصوص. فهو رغم هذا الاختلاف الايديولوجي، عمر عبد العزيز كان عنده انصاف وقال له انت راجل عادل وراجل مخلص، خد الفلوس دي وزعها على الفقراء. وهي فلوس مين؟ ولاد عمه الحكام بني اميه. كان يقعد بقى في السوق يقول تعالوا الى متاع الظلمه الخونه الى اخره. طبعا بمجرد ما عمر بن عبد العزيز مات وتولى الحكم هشام بن عبد الملك، حكم عليه بايه؟ يقطع ايديه ورجليه وصلبوه. وفضل هذا الرجل يصدع باقواله وهو مصلوب،
فقطع لسانه، مش ده اللي زعلني القتلة البشعة دي؟ لان ده حاكم وبدافع عن ملكه. اللي زعلني ايه؟ واللي يعني ان امام اسمه الاوزاعي، هو امام وعالم كبير، هو في جامعه الى الان اسمها جامعه الامام الاوزاعي، وهو ليه مذهب خاص بيه، يعني ممكن يكون لم يعش هذا المذهب لكن عالم كبير ليه اراءه. يعني الخليفه امره ان هو يعمل مناظره شكليه صوريه مع هذا الرجل المفكر عشان يشرع عن عمليه اعدامه. وبالفعل فعل الاوزاعي هذا، ووقف هذا الموقف المؤسف للاسف الشديد، رغم انه عالم وهكذا، والعلم رحم بين اهله، والمفروض ان احنا كمفكرين مهما اختلفنا مع بعض لا ما حللش دمك، مهما اختلفنا ما دام احنا الاثنين اهل يعني علم واهل بحث، باحثين على الحقيقه. لكن الواقع ان بعض الناس ما بياخدوش الموضوع ان هو بحث عن الحقيقه، ده تعصب ودغمائيه، واي حد عدو ليا ممكن اركب يعني او استخدم اي اسلوب في سبيل ان انا يعني انحيه عن الساحه يعني. وده اللي حصل بين الاوزاعي وغيلان الدمشقي، ومات غيلان الدمشقي نفس موتة استاذه مصلوب برضه ومتعلق الى اخره. الثالث كان اسمه الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم كان على نفس الخط برضه، وكان بيرفض اي نص ديني يشبه الايه ربنا بالناس، لان ربنا سبحانه وتعالى مجرد عن الماده. ما ينفعش اقول ربنا ليه ايد ليه رجل، ده اسمه تجسيم. تجسيم الخالق ده عقلا لا يجوز، ما ينفعش. لو انت هتفكر تفكير عقلاني ما ينفعش. فهو كان بيقول واتخذ الله ابراهيم خليلا، او كلم الله موسى تكليما، باول هذه النصوص. وده اللي مشيت عليه المدارس الاسلاميه بعد كده، معتزله واشاعره، باول النصوص اللي ظاهرها يخالف العقل البرهاني. للجعد بن درهم الحاكم كان اسمه خالد بن عبد الله القصري، كان والي هشام بن عبد الملك. جمع الناس في صلاه العيد في المسجد، في صلاه العيد الاضحى اللي بنذبح فيه الخروف، وقال يا معشر المسلمين تقبل الله طاعاتكم، ضحوا فاني مضح بالجعد بن درهم، ونزل ذبحه في المنبر. ده كان رد على ايه؟ على ارائه المخالفه لاعتقادات السائده بين الناس في هذا العصر، ولاسباب سياسيه اخرى، ولكن دائما كان العلماء يشرعون هذا الامر. والى الان لو دخلت على اليوتيوب وشفت تعليق المشايخ على طبعا المتطرفين السلفيه، مش كل المشايخ، على مثل هذه الاراء، تجد انهم يقولون نعمه الاضحيه، ده احسن اضحيه. والدواعش استخدموا الروايه ديت قريب جدا، وذبحوا عدد من الناس في عيد الاضحى، واستدلوا بهذه الروايه. ما يؤسفني هو ان هناك يعني اناس لا زالوا يرددون هذا الكلام بفخر، ويعني ده تاريخ، المفروض تاريخ يعني مؤسف نتعلم منه، ان التعصب يعني شيء يعني لا يليق بالانسان، الانسان العاقل لا يتعصب. خلاص انت اختلفت معايا وانا واقعي وانت مش واقعي، انت خلاص انت غلط، انت غلط، انت مخالف للواقع، خلاص انتهت المساله. لكن لا كفرك ولا اشن عليك ولا افرح في موتك يعني. فده كله كلام يعني منافي للانسانيه وللعقل. طيب هم دول اباء علم الكلام. الرابع هو اسمه الجهم بن صفوان، واللي ايه دايما بيقولوا على المعتزله جهميه، لان هم على نفس ارائه. هو المؤسس فعليا، هو المؤسس للاعتزال، وكان معاصر لواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وكل مؤسسي الفكر الاعتزالي. والفكر الاعتزالي كان بعد كده، بس الفرق بينه وبين المعتزله ان هم رفعوا شعارات دينيه، يعني رفعوا العدل والتوحيد والوعد والمنزله بالمنزلتين الى اخره، وكانوا مقربين من السلطه جدا. ثم سرعان ما اندثر الفكر المعتزلي، وولد من رحمه الفكر الاشعري. الفكر الاشعري اللي هو الحالي بقى، ابو الحسن الاشعري كان جوز والدته الجبائي، وهو كان متربي في بيته 40 سنه، كان في بيت معتزلي، وهو كان معتزلي لمده 40 سنه، ولكن يعني خلافات معينه بدا ان هو فكريه، يعني بدا ان هو يدشن فكر اقرب للقران وللسنه، الا وهو الفكر الاشعري. طيب الفكر الاشعري في بدايته اعتمد على مباني عقليه، وتوصل من خلالها الى ترسيخ العقيده الاشعريه. والاشاعره عندهم مشكله كبيره جدا، وكل المتدينين يعني، ان هم يعني بيستدلوا بعد ان يعتقدوا. هو في الاول بيعتقد وبيرسخ اعتقاده خالص وبيؤمن به ايمان جازم، بعد ما يعتقد بيبدا يدور على الدليل. وده مصدر على المطلوب طبعا، انا ما ينفعش ان انا اعتقد بحاجه الا ما يكون معايا دليل عليه. لكن هو بيقول انا خلاص اعتقدت وامن، بعد كده يبدا يبحث عن الدليل. طيب وبيبدا يطفي قدسيه على المباني العقليه اللي هو استدل بيها على معتقده، اللي سموها ايه؟ بطلان الدليل
بطلان المدلول يلزم منه بطلان الدليل يلزم منه بطلان المدلول. يعني لو انا استدليت على حاجة بدليل يبقى الدليل ده لو بطل المدلول يبقى باطل. يعني مثلا هناخد قياس مثلا محمد كريم، وكل كريم محبوب، اذا محمد محبوب. طيب محمد محبوب دي نتيجة يلزم منها ان هو كريم، لا ممكن يكون مش كريم بس محبوب عشان مثلا صوته جميل، عشان ذكي، لأي سبب اخر. فلو بطل ان هو مش ان هو كريم، لو ثبت لي ان هو مش كريم، مش معنى كده ان هو مش محبوب، ممكن يكون محبوب لاسباب كتيره جدا اعم من انه يكون كريم او غير كريم. فده يعني ده قياس غلط، يعني في مغالطه. طيب هم بنوا على هذا الاساس، والباقلاني مش على هذا الاساس، والجويني فتره. جاء الامام الغزالي ورفض هذا الكلام، وشاف ان المنطق لابد ان يكون يعني هو نظرية المعرفة التي تبنى عليها العقائد والفكر الإسلامي، وإن المباني اللي هم بيبنوا عليها ديت مش صحيحة أو مش دقيقة. يعني بطلان الدليل يلزم منه بطلان المدلول ليه؟ بناء عليه أنت مثلا بتقول لي أم كلثوم كريمة، وكل كريم محبوب، إذا أم كلثوم محبوبة، العالم كله بيحب أم كلثوم، بس واحد قريبها طلع قال لك هي مش كريمة، هي كانت بخيلة جدا، هنقول خلاص هي مش محبوبة؟ لا، الواقع بيقول ان هي محبوبه، بس محبوبه عشان صوتها جميل، هو عشان هي فنانه، صح؟ مش لازم يكون ايه دليلك بيلزم منه بطلان المدلول. واضحه المساله دي؟ اتمنى ان هي تكون واضحه. طيب الغزالي لان في خلل في البناء الفكري اهو، فاحنا عايزين بناء قوي، عايزين بناء رصين، نعمل ايه؟ استدعى المنطق الارسطي. المنطق الارسطي ده بيستخدم ايه؟ بصوره استغلاليه انتهازيه، وقت ما نحتاجه نجيبه، خالف ارائنا نبعده. فهو جاب المنطق الارسطي وبدا يالف كتاب رابع اربعه من اهم كتب اصول الفقه على مدرسه المتكلمين. اول كتاب المعتمد لابي الحسين البصري، ثاني كتاب البرهان للجويني شيخ الغزالي، ثالث كتاب المستصفى لابي حامد الغزالي، رابع كتاب المحصول للفخر الرازي. دول اهم اربع كتب اللي يدرسهم كان انت اصول الفقه بقوا ايه يعني محيط به. طيب الكتاب الرابع فيهم هو المستصفى اللي يهمنا. الغزالي الفه اربع مجلدات، المجلد الاول كله منطق. يعني انت راح تدرس اصول فقه اسلامي، ازاي تستدل تستنبط الحكم من الدليل، تلاقي مجلد كامل مدارك العقول منطق، وكتب فيها ان من لم يدرس المنطق لا ثقه بعلمه. علمه ان هون علمه في الشريعه، لا ثقه بعلمه في اصول الفقه، لان الكتاب اصول فقه. ثم الف كتاب معيار العلم، كتاب منطقي. الف محك النظر، كتاب منطقي. الف القصص المستقيم، كتاب منطقي. اذا الغزالي سعى الى منطقه الفكر الاسلامي. ليه عمل كده؟ عشان هو عارف قوة المنطق، وعشان هو اعدائه اللي هو بياخد حرب معاهم الاسماعيلية كانوا مناطقة، كانوا بيهتموا بالمنطق في اطار الافلاطونية المحدثة، وكانوا بيتكلموا عن العقل كتير، وهو كان جزء من يعني معركة معاهم، فكان لازم يكلمهم بلغتهم. انت بتحارب واحد لازم تكلمه بلغته. زائد ان غيرته عن الدين على الدين برضه، وهو كان مخلص للدين طبعا، لدينه ولفكره، فكان حريص ان هو يكون ليه مباني قوية. يعني ما ينفعش ان انا يكون عندي افكار وواحد تاني يقعد معايا يغلطها، لا انا لازم اجيب يعني اعظم فكر واقوى حجج علشان اقوي فكري. معنى هذا ان هذه شهادة من الغزالي، لان المنطق الارسطي هو ايه؟ هو يعني لديه قدرة على نصرة الافكار والحفاظ عليها، لكن هو مش انتقائي وهو موضوعي. فانت عشان تاخد المنطق لازم تاخده ايه؟ كله صوري ومادي. لا، للاسف الشديد نجد ان الغزالي اخذ من المنطق ما يريده، وما يعني ما يريد ان يستدل عليه فقط. يعني عندما اراد في الجانب التطبيقي بقى، لما الف تهافت الفلاسفه وبدا يرد على الفلاسفه، ما كانش بيتعامل بموضوعيه كامله، لا كان بيتعامل بلغه ايه؟ لغه كانه في حرب، ويكفرهم واتهمهم بالكبر. والفلاسفه ابدا لم يكونوا متكبرين يعني، وانا لا ادافع عنهم، وهم ليسوا فوق النقد ابدا، ليس هناك احد فوق النقد. الموضوعيه والواقعيه، يعني نحن نتحلى بالموضوعيه، لا نتعصب لاحد، وبالواقع الواقع هو الذي يفرض نفسه. فهو يقول انهم كانوا متكبرين. فارابي كان دائما يجلس مع الفقراء، ابن سينا كان اذا حسبه امر في مساله فلسفيه يروح يصلي، فكيف يعني هو يقول عطلوا الشرائع وتكبروا وظنوا انهم افضل من الناس خبره وذكاء، فضل في الاخر كفرهم، عرض 20 مساله في التهافت، تهافت الفلاسفه، وكفرهم في ثلاثه منها اللي هي قدم العالم وعلم الله بالجزئيات والحشر او المعاد، كفرهم في ثلاثه وبدعهم في 17. في حين ان المعتزله بيختلفوا مع اهل السنه في مسائل اكثر من كده،
ما نتعرض لهمش ابدا. قال ده مش موضوعنا وانا مش هتعرض للمبتدع، كانه هو مركز مع دول بس. ليه؟ قلنا قبل كده لاسباب سياسيه. كان في حرب بين الدوله السلجوقيه وهي القوه الفاعله في الخلافه العباسيه وما بين الاسماعيليه في قلعه الموت حسن الصباح، وكانوا دول بيرفعوا رايه الفلسفه، وطبعا هم ابعد عن العقلانيه يعني، بس هم بيخلطوا افلاطونيه محدثه، العقل والبرهان والقران والعرفان، فكان دايما يتكلموا بالمنطق ويتكلموا عن المنطق. فالغزالي كان موظف طبعا في المدرسه النظاميه، استاذ فيها، وكان صديق مقرب من وزير الدوله السلجوقيه نظام الملك، وكان رجل اشعري مخلص لاشعريته، وكان شافعي المذهب، ويعني اسس المدارس دي عشان تنشر، وهذه المدارس لا زال اثرها الى الان موجود، لانها يعني كانت مشروع عظيم جدا لخدمه المذهب الاشعري. طبعا الغزالي كان هو يعني استاذ في هذه المدارس، فطبيعي جدا ان هو يعني يكون جزء من الحرب الاعلاميه او الحرب الفكريه ضد هذه المدارس، فالف تهافت الفلاسفه كفصل من فصول هذه المعركه المريره بين المسلمين يعني وبعضهم البعض. وانتهت المعركه باغتيال نظام الملك على يد احد الفدائيين او الفداويه زي ما بيسموهم المؤرخين بتوع الحشاشين او حسن الصباح. المهم يعني كتاب تهافت الفلاسفه انا ارى انه يعني لا يعبر عن شخصيه الغزالي ولا عن علمه. لذلك ابن رشد طبعا في ردود الافعال، ومعظمه على فكره يحيى النحوي السكندري ليه كتاب ينقد في الفلسفه، الغزالي يعني استعار منه حاجات كتير جدا في نقده للفلسفه، في حين ان الغزالي لا يسرع للتكفير في معظم كتبه يعني. يعني هو دايما يقول لك ما تكفرش ما تقتلش عشان الفكر ما، لكن في دي كان بيسرع جدا للتكفير، وده بياكد ان الموضوعيه كانت غائبه. وابن رشد علق تعليق يعني جامع في مثل هذه الموقف، في مثل هذا الموقف، قال فيه ان ما قاله الغزالي لا يصدر الا من جاهل او شرير، والغزالي ليس جاهلا ولا شريرا، ولكن قد يصدر الجهل من غير الجاهل والشر من غير الشرير. فده كان اول رد فعل على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفه، وكان رد فعل عقلاني موضوعيا يعني. في ردود افعال ثانيه طبعا، في ناس يعني كفرت الغزالي عشان هو دخل المنطق في العلوم الاسلاميه، مجرد انه دخل المنطق والعقلانيه في العلوم الاسلاميه دي مشكله، زي مثلا ابن ابو الوفا بن عقيل، وزي المرغياني الحنفي، دول كلهم فقهاء. ابن الصلاح اصدر فتوى شهيره بتحريم المنطق هنتعرض لها، ابن تيميه رفض المنطق رفضا قاطعا، المازيري او يعني كتير من الفقهاء رفضوا المنطق ورفضوا ادخال الغزالي للمنطق في العلوم الاسلاميه. وفي الشيعه محمد الامين الاسترفادي ايضا من الناس اللي رفض المنطق وقال نستعيد عنه باقوال الائمه المعصومين الى اخره. هنتعرض له برضه. طيب في ناس طبعا مش ورا الغزالي يعني بدون اي تعقل. يعني مثلا في الدوله العثمانيه نجد ان محمد الفاتح يامر اثنين من المفكرين بتاليف كتاب بنفس عنوان تهافت الفلاسفه. ويخرج مثلا علاء الدين الطوسي اللي في كتاب اسمه الذخيره او المحاكمه بين الغزالي والفلاسفه ويسميه تهافت الفلاسفه، ويذكر العشرين مساله ونفس الكلام. هو طبعا المحاكمه دي معناها ايه؟ معناها ان انت يعني حاكم عدل موضوعي، بتشوف مين صح ومين غلط وبتحكم. طبعا الحاكم السلطان اللي امرك اشعري وانت رجل دين، فطبيعي ان الحكم يكون مع الغزالي، مستحيل انا هتغلط الغزالي. فطبعا كان في صف الغزالي. ومصلح الدين خواجه زاده الشيخ الثاني او العالم الثاني، الاثنين الفوا كتاب بنفس العنوان في وقت واحد تقريبا، واحد استغرق ست شهور، واحد استغرق شهرين في تاليف الكتاب، طبعا مده قصيره جدا. انت عشان تدرس الفلسفه محتاج يعني 10 سنين مثلا يعني تدرس الفلسفه عشان تحيط بالالهيات والطبيعيات والمنطق والهندسه. لا، هم في ست اشهر على طول الف الكتاب، وكل واحد خد 10,000 درهم جزاء على تأليف هذا الكتاب. وطبعا الخليفة أو الحاكم ميز واحد عن الثاني فغضب وساب البلد وهرب ومات في بلاد العجم في طوس بلده. وهذا يؤكد يعني أن الموضوع كان دنيوي وكان براجماتي أكثر منه يعني بحثا عن الحقيقة أو سعيا وراء بيانها. طيب ده بالنسبة لردود أفعال المسلمين على تأليف كتاب تهافت الفلاسفة. طيب ظهر عندنا قبل الغزالي ابن حزم الظاهري، وابن حزم برضه كان ليه دور في تقريب المنطق للمسلمين، كان اسمه التقريب لحد المنطق. ويعني الرجل كان منفتح على الفلسفه وعلى المنطق، وكان حريص على انه يدرس ان تدرس هذه العلوم ويستفاد منها، ولكن طبعا حجبته يعني تعصبه للمذهب الظاهري
حجبوا عن ايه؟ عن حاجات كتير. يعني انكر العلية مثلا، انكر ان العقل بامكانه ان يضع حدود معينه للانسان يسير عليها، قال العقل ده عاجز وقاصر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمهما كان الانسان يعني متفتح ومتنور، ما دام عنده تعصب لن يصل الى الحقيقه. طول ما الانسان بيرفض الراي الاخر، ما عندوش استعداد يسمع، عنده افكار ثابته ويعني مش بديهيات طبعا ولا 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 اسس عقليه، يعني افكار يميل اليها ويهواها وورثها عن اهله الى اخره، ولا يستطيع ان يتخلى عنها ابدا، لن يصل الى الحقيقه الا بالموضوعين. بعد ذلك الشهر الثاني ونقف معه وقفه، الف كتاب اسمه مصارع الفلاسفه، ورد عليه الطوسي في مصارع المصارع. طبعا اسماء الكتب تهافت الفلاسفه، مصارع الفلاسفه، بتبين المنهج الجدلي الذي اتبعه المتكلمون في نقد العقل او في استخدام العقل. يعني هو بيستخدم العقل للدفاع، وبينقد العقل برضه كانه بيحارب. البيئه العلميه لا تقبل هذا الكلام، البيئه العلميه تحتاج الى هدوء اعصاب والى بحث عن الحقيقه وتعاون من اجل الحقيقه، ولو انت معاك الحقيقه ومعاك البرهان عليها يجب علي ان اسلم والعكس. طيب لا انت سلمت ولا انا سلمت، خلاص نعيش مع بعض في 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 ود وفي محبه بدون كراهيه. لكن مصارع ومقاتل والى اخره، هذا كله يعني لا يليق ببيئه تبحث عن الحقيقة يعني. طبعا الفخر الرازي وهو المحطة التالية، هذا الرجل كان يعني أقرب للموضوعية، وكان رجل يحترم البرهان، ولم يكن يعني يعني من أهل التكفير ولا التبديع إلى آخره، وكان عالم طبعا في علوم كثيرة، كان مشارك في علوم كثيرة جدا، وله تشكيكات كثيرة على في المنطق، حتى بتدرس في أول كتب المنطق اللي بيدرس في الشمسية مثلا يجد على طول إشكالية الفخر الرازي، إشكالية الفخر الرازي، فدائما يعني كان يشكك، ولكن تشكيكاته لم تمثل أبدا يعني مشكلة بالنسبة للفلاسفة أو المفكرين. ليه؟ لأن الفيلسوف بيحب اللي يشكك، طالما تشكيكه ده مبني على إيه؟ مبني على تفكير، يعني مش تشكيك كده يلغي وخلاص، لا أنت بتفكر عقلية جوالة وبتفكر وبتثير شبهات، يا مرحب. ليه؟ لأن احنا باحثين عن الحقيقة. فأنت لما بتشكك، احنا قلنا قبل كده التشكيك هو إيه؟ هو بداية السؤال، والسؤال هو إجابة السؤال هي العلم. فعندما يحدث تشكيك فهذا شيء محبب يعني، ولكن يعني عندما نجيب عليه يحدث العلم، وإذا كنت أنت على حق خلاص بنسلم لك. فتشكيكات الفخر الرازي كانت دفاعا عن علم الكلام، ولكنها في واقع الامر كانت قدمت خدمه كبيره للعقل وللفكر الفلسفي، لان التشكيك مع الافكار القويه لا يؤثر فيها، بالعكس بينميها. ولولا التشكيكات كتب ابن سينا كان عمرها ما هتوصل للحجم الكبير ده. يعني كان ردود ودايما ايه يعني يعني بيئه حرب كلاميه او يعني يعني حرب فكريه، ولكن في اطار يعني موضوعي وفي يعني اطار من السماحه. طيب الفخر الرازي اثار بعض الاشكالات على يعني تدل على جرأته، وتدل على انه الرجل كان سابقا لعصره يعني، وكان يعني يسعى الى الموضوعيه قدر المستطاع. يعني قال مثلا ان الدليل الشرعي لا يفيد اليقين الا بعشره شروط، وضع عشره شروط يعني لو التزمنا بها الدليل الشرعي لن يفيد اليقين. يعني عدم المعارض العقلي، وعدم العلم ليس علما بالعدم، يعني هنعرف منين ان مفيش معارض عقلي. عدم المعارض الشرعي، المجاز، التقديم والتاخير، حذف والاضمار، المشترك اللفظي، التخصيص، النسخ، نقل اللغه، النحو وصحته، شكك في اشياء تدل على ان هذا الرجل كان يعني موضوعيا بصوره غريبه جدا. ومع ذلك فضل محافظ على انه اشعري وانه شافعي وما غيرش افكار دينه يعني، ولكن نقد الفكر الاسلامي نقدا يعني اكبر علماني النهارده ما يعرفش يعني يعمل اللي هو عمله. وهذا تسبب في تفسيقه وتكفيره من كثير من 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 طبعا الفخر الرازي برضه كان عنده نزعه تجديديه، يعني من الاشياء اللي حببتني فيه جدا او في الشخصيه دي، ان هو كان يقول يعني لو كان من قبلنا ليسوا بمجددين يعني لما لقلدوا من كان قبلهم يعني. لا خد بالك ازاي يعني، اشمعنى هم يجددوا واحنا لا؟ يعني هم جددوا بالنسبه للي بعديهم، ويجب علينا ايضا ان نجدد بالنسبه لمن هم قبلنا.
فكان عنده ايه حرص على التجديد. وايضا من الاشياء العظيمه للفخر الرازي انه قال: اذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي يقدم العقل على النقل. ليه؟ يعني لو نص ديني تعارض مع العقل بنقدم العقل. ده مجتهد في الدين، مش واحد يعني عالم كبير. طب ليه بيقول كده؟ قال لك لان اصل الدين ثبت بالعقل. صح، احنا لما بنحكم بنبوه النبي بناء على ايه؟ الكافر اللي النبي بيجي له ده بيكون عنده عقائد مسبقه؟ لا، بيكون منكر للنبوه، ما عرفش النبوه دي. فدعوى النبوه انت بتقبلها بالعقل، صح ولا لا؟ فاذا كان العقل اصلا هو الحاكم بدايه، بعد كده تحكم عليه الشرع او تحكم عليه النص؟ لا، مستحيل. فهو رفض اذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، لان اصل الدين ثابت بالعقل. فاذا انهدم العقل انهدمت المنظومه كلها. وصلت ازاي؟ يعني لو انت هدمت العقل او قدمت عليه شيء يبقى انت خلاص هد الدين كله، ما هو الدين قائم على العقل. فحسب ما انت بتقول يعني انت اثبتت الدين بالعقل. اذا هذه من الاشياء العظيمه ايضا لهذا الشخص او لهذا العالم الكبير. طبعا بعد كده عندنا عالم في نفس العصر بتاعه، الفخر الرازي توفي 606، وهذا الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون توفي 602، يعني كان معاصر ليه، كان هنا في مصر، والف كتاب اسمه دلائل الحائرين، وكان ليه تساؤلات جريئه جدا برضو حول النبوه. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى اختص شخص واحد كامل ما بين ملايين الاشخاص بالنبوه؟ يعني هو هذا الشخص كامل، يعني كامل اخلاقيا وعقلا بس في ناس كتير كمل. ليه ده بس؟ ليه اختص الزمن دون زمن؟ احنا ما عندناش في العصر الحجري مثلا نبوه، ما عندناش في العصر الحديث عصر التكنولوجيا او عصر الذكاء الاصطناعي، ما فيش نبي، ما ظهرش نبوه. ليه النبوه اختصت بزمن معين؟ ليه اختصت بشخص معين؟ ليه اختصت بامه معينه؟ ليه شريعه معينه اختصت بامه معينه دون غيرها من الامم؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار يبلغ دينه او اوامره للناس بهذه الاليه؟ ليه ما خلقش العقل كامل؟ طبعا هو بيقول بقصور العقل، اي حد هيقول كده هيقول بقصور العقل. فليه ربنا سبحانه ما خلقش العقل كامل بحيث ان هو يقدر يبين ما يجب له وما يحرم عليه، بدل ما يعني الموضوع ده، وبعد كده النبي يعدي عليه زمن طويل، بعد كده نجد مشكله في ثبوت الاوامر بتاعته، ونبدا بقى جهود العلماء في انهم يتحققوا من كلامه والصحيح والضعيف. ليه المشكله دي كلها؟ ليه ربنا ما خلقش الانسان عارف خلاص؟ طبعا دي كلها اسئله ابن ميمون اثرها من يعني من 1000 سنه تحتاج الى جواب، ولكن على رجال الدين هم الذين يتكفلوا بالاجابه عليها. طبعا كيهودي رفض العلية بصورتها الكاملة، لأنه هو لازم يؤمن بالنبوة كيهودي، فبالتالي رفض العلية. وده بيوضح لنا قد إيه إن مهما كنت أنت متحرر، مهما كنت فيلسوف، مهما كنت عقلاني، ما دام في تعصب، ما دام ما فيش موضوعية، لازم يعني لن تنسجم مع الفكر الفلسفي انسجام كامل. بعد موسى بن ميمون ظهر الخواجة نصير الدين الطوسي، بيسموه خواجه نصير الدين الطوسي، كلمه فارسيه يعني الاستاذ او المعلم. ويعني طبعا ما قلناش ان الفخر الرازي كان ليه تشكيكات كتير جدا خدمت الفلسفه. طبعا الفخر خدمتها ازاي؟ الخواجه الطوسي رد عليها كلها، وكانت هذه نهايه الفكر يعني الفلسفي والكلامي. يعني النشاط العلمي ده كله بدا يخفت ويخمد، وبدا يظهر تيار تاني اسمه التيار الاخباري، يعني تيار جامد جدا ما عندوش عقلانيه، ما بيحبش العقل، وكان هذا هو يمثل ذروه الجمود في الفكر الاسلامي. بدا التيار الاخباري بابن الصلاح. ابن الصلاح محدث مشهور افتى فتوى قال ايه؟ قال الفلسفه شر. طبعا هو في الاول كان بيروح يدرس منطق على واحد اسمه العماد بن يونس، وما فهمش حاجه. فالعماد بن يونس قال له يعني دراسه المنطق من يدرسه ينسبونه الى فساد الاعتقاد. فانت سيبك منه، ما تتعبش نفسك فيه. فطبعا الانسان عدو ما يجهل، هو جهل المنطق ومش ما يعرفوش، فكرهه وكره اهله. فطلع افتى فتوى شهيره جدا وقال قال ايه؟ الفلسفه شر، والمنطق طريق الفلسفه، وطريق الشر شر. خلاص. ولم يفعله احد من الصحابه، مع ان يعني الصحابه ما يعرفوش المنطق اصلا يعني. لم يفعله احد من الصحابه ولا من التابعين ولا من الائمه المعتبرين. وبالتالي يصبح المنطق ايه؟ حرام شرع. وقال أوصي ولي الأمر أن يخرج طلبة المنطق من المدارس ويعرضهم على السيف. طب يا عم أنت المنطق شايفه أنه هو شر، بس يعني مش مضر بالصحة يعني، ولا مضر بالمجتمع، مش ارتكاب للجريمة، ليه يعرضه على السيف؟
ما هو خلاص اختلف معايا في الرأي لازم ايه اعرضه على السيف. للأسف الشديد هذه آفة الخلاف اللي غير مبني على العقل، اختلف معايا اتخلص منه. وقال ان هدم مدرسة تدرس المنطق احب الى قلبي من استرداد مدينة عكا، مدرسة واحدة تدرس المنطق احب الي من استرداد مدينة في يد الصليبيين. طبعا هذه الفتوى كان لها صدى كبير جدا. من بعد هذه الفتوى كل كتب المنطق، احنا قلنا الغزالي دخل المنطق فين؟ في علوم المسلمين، فكانوا بيدرسوا بس كان ما بيبحثش هل يجوز شرعا او لا. بعد الفتوى دي بدا على طول اول ما يجي يدرس منطق لازم والخلف في جواز الاشتغال يخش ايه؟ هل يجوز اصلا بدايه المفروض انت تدرس علم تخش تعريف العلم الرؤوس الثمانيه المعروفه. لا، هو اول حاجه هل يجوز دراسه المنطق بناء على فتوى ابن الصلاح؟ والسلم المشهور والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنووي حرمه وقال قوم ينبغي أن يعلمه، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، أضيفت ومن السكي أبو الوهاب السكي زي ما هنشوف. ابن الصلاح حرم المنطق واعتبر إن من تمنطق فقد تزندق. ابن تيمية استخدم أسلوب تاني غير أسلوب الفتاوى وأسلوب التشنيع وأسلوب العرض على السيف، حاول يكون إيه يعني يناقش نقاش علمي. طبعا نقاشه العلمي يعني استدعى من كتب المتكلمين اللي هو قرأها، المتكلمين دايما كانوا يردوا على مين؟ على السوفسطائية والشكاك. ليه؟ لأن السوفسطائيين بيهدموا المعرفة كلها، مفيش معرفة، كل شيء نسبي، مفيش حق، لا شيء في الوجود، ولو في حاجة أنا معرفهاش ولو أعرفها معرفش أوصلها. بروتوغوراس السوفسطائي كان يقول كده، والمنطق اصلا وضع للرد على هذه التساؤلات اللي هو مفيش حقيقه. ازاي مفيش حقيقه؟ لازم يكون في حقائق. فكان دايما النسفيه تلاقيها كتاب علم الكلام، طبعا علم الكلام يعني عقيده اسلاميه المفروض يبدا بايه؟ الايمان والاسلام والاحسان. لا، النسفي يقول لك حقائق الاشياء ثابته والعلم بها والعلم بها متحقق، خلافا للسوفسطائي. اذا فعلماء الكلام كان يهتموا جدا باثبات الحقائق. ليه؟ لان انت لو هدمت المعرفه، طب ما هو المعرفه الدينيه معرفه، الفيزياء معرفة، الكيمياء معرفة، صح؟ والطب معرفة، والدين علوم الدين هم بيقولوا عليها ان هي علم واقعي، صح؟ فلما بتهدم المعرفة خلاص بقى اهدم كل حاجة، لما تعي ما تروحش للدكتور خالص. ليه؟ لان مفيش علم. فالواقع ان في علم، في علوم حقيقية وفي علوم اعتبارية. العلوم البرهانية زي الفيزياء يعني الطبيعة كلها، والعلوم الفكر قوانين الفكر وما توصلنا اليه من بالعقل الخالص من الالهيات، دي علوم اسمها علوم برهانيه، علوم واقعيه. تمام؟ ممكن تختلف معايا وتتفق عادي برضو، ما مش هقول يعني جردوها على السيف زي ابن الصلاح ما قال يعني. عادي تختلف براحتك وكل واحد له وجهه نظره، لكن البرهان هو الفيصل بين الناس. طيب ابن تيميه يعمل ايه بقى؟ لما يشوف المتكلمين بيردوا على السوفسطائيه في انكارهم المعرفه، يجيب حجج السوفسطائيه والشكاك اللي بتهدم المعرفة كلها ويتخذها أدلة لنقد المنطق. فبيهدم المعرفة كلها عشان يثبت نوع معرفة وهي المعرفة الدينية. شوف الخطورة في طريقة ابن تيمية في النقد. كل نقود ابن تيمية على الحد الأرسطي كلها منقولة يا إما بالمعنى أو بالنص من كلام بروتوغوراس السوفسطائي وغيره من السوفسطائية اللي لقيها موجودة في كتب علم الكلام ردا على هؤلاء الناس لإثبات الدين. زائد ان ابن تيميه بيدعي ان المنطق حرام لانه ثقافه يونانيه، في حين انه يرد عليه باقوال السوفسطائيين اللي هي برضه ثقافه يونانيه، فبينقد نفسه بيستخدم الثقافه اليونانيه الكافره في نقد الثقافه اليونانيه الكافره. طب ما انت فين انت ابداعك؟ له ابداعات برضه بس يا ريته ما ابدع يعني. مثلا يقول لك مثلا ايه التصورات، ما فيش حاجه اسمها تصورات. ليه؟ انت بتقول التصور بالذاتيات، ما انت عرفت الذاتيات خلاص. تقول التصور ليه؟ ما انت عرفتها خلاص. ما احنا قلنا ان المنطق تجميع وترتيب للوصول الى الحقيقه. انا عندي عايز اتصور مفهوم الماء، انا عارف ان الماء سائل اهو، بس انا مش عارف تصوره العلمي. فالعالم يقول لي الماء مركب كيميائي مكون من ذرتين، ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. فانا ارتب، انا كده اخذت المعلومات اهي. مركب كيميائي مركب من كذا وكذا، كده انا حطيت تعريف للماء، كده انا عرفت الماء حد بالجنس والفصل، مركب كيميائي جنس ومركب من كذا وكذا ده فصل. فتقول لي بقى احنا عارفين الاكسجين والهيدروجين، ما تقوليش بقى انت تعريف الماء. انا عرفت الماء، هو انت كنت عارف ان الماء هو كذا؟ انت عارف حاجه اسمها هيدروجين وعارف حاجه اسمها اكسجين، بس انت مش عارف ان ده تعريف الماء. فلما تتوصل الى تعريف الماء وتحط جنس وفصل وترتبه بنوع معين من الترتيب، هو ده التفكير، هو ده التصور.
ابن تيمية غافل عن مثل هذا الأمر، إن التصورات بهذه الطريقة. أيضا من إشكالاتي على القياس، قال إن الكبرى استقرائية، والكبرى أعم من أنها تكون استقرائية، ممكن تكون بديهية إلى آخره. أيضا له إشكال برضو بيقول فيه إن البديهيات نسبية، ودي مصيبة كبيرة جدا. بقول البديهيات دي واضحة، ماشي هي واضحة، بس الوضوح بيختلف مني ما بيني وما بينك، بدليل ان احنا ممكن احيانا نقول ايه الدليل ان البديهيات بديهيات، صح؟ مش من احيانا بنختلف في البديهيات، فهي مش واضحة للجميع بنفس الصورة. لكن هل الوضوح ده، هل عدم الوضوح ده بالنسبة لك يجعلها نسبية؟ لا، هي وضوح ذاتي، وضوحها ذاتي، لكن ممكن تكون خفية عليك، فانا اوضحها لك عادي جدا، بس مجرد ما اوضحها انت هتلاقي نفسك مقر بيها، هي بديهية فهي واضحة بذاتها لذاتها. هو بيقول لا، مفيش حاجة واضحة بذاتها، او الوضوح نسبي ما بين الناس، والاجماع والنص هم دول الفيصل، وهم دول ايه؟ مواد القضايا. بنقول له الاجماع والنص، النص اولا هيكون بفهمك انت، مش هيكون، لان النص مختلف في فهمه كتير جدا، يعني ظنية الدلالة كل واحد ليه فهمه للنص، فمعنى كده ان فهم ابن تيمية للنص زائد الاجماع هي دي البديهيات. لا، النص الديني الإسلامي القرآني والإجماع هما مشهورات بالنسبة للمسلم، زي ما أي نص ديني آخر هو مشهورات بالنسبة لأي شخص، المسيحي مشهوراته الإنجيل، واليهودي مشهوراته التوراة إلى آخره، فكل واحد كتابه المقدس هو المشهورات بتاعته، فالمشهورات نسبية، يعني المشهورات هي يعني النسبة ما بين المعلومة وذهن السامع، فلو مأنوسة بالنسبة له، محبوبة بالنسبة له، مؤمن بيها، خلاص يبقى هو بيحبها وبيلتزم بيها، مش بيستأنس بيها، خلاص بيسيبها وينصرف عنها، بخلاف الولايات العقلية. الولايات العقلية مجرد ما انا اقول دلوقتي كلام ده حكم، انا بقول دلوقتي المنطق الارسطي كويس، انا كده حكمت. الحكم ده معناه ايه؟ معناه ان المنطق الارسطي مش كويس، مستحيل، او انا رفعتها، صح؟ اي حكم، اي شيء تحكم به، معناه كده انت بترفع نقيضه. فكونك تقول النقيضان لا يجتمعان غلط، انت كده حكمت ورفعت النقيض، فانت امنت بيه، واخد بالك؟ فالبديهيات ما ينفعش تنكرها، لان انكارها يلزم منه الايمان بيها او تصديقها، يلزم من تصديقها تكذيبها. طبعا انا ما بقولكش اؤمن بها نصوص اتعبد بيها، ده واقع. طب لو انكرتها اقول لك انت كافر؟ لا ابدا، ولا اختلف، عادي، انت بتنكر الواقع وبتدخل نفسك في دائره من الشك والسفسطه وهتوه في الاخر، انت حر. لكن احنا ما بنكفرش المخالف، يعني المنطق ما فيهوش حاجه اسمها تكفير، لانه مش مبني على العواطف ولا مبني على الدغمائيه، لا، على الوضوح، الوضوح الذاتي. فابن تيميه بيقول ان هي نسبيه، دي مشكلته هو لا يعرف لوازم كلامه، وهو بيهد الدين بهذا الكلام، لان الدين معرفه، فانت لما بتهدم المعرفه انت بتهدم الدين، لان نوع من انواع المعرفه دون ان يدري، يعني او بدافع الغيره على الدين وحب الدين الى اخره. ده بالنسبه لابن تيميه ونقوده. خلاصه القول في ابن تيميه انه كان رجل حسي، لا يؤمن بأن العقل أصلا شغال، يؤمن بالحس فقط، وكان استعاض عن التعقل بالنصوص، ورجع لإيه؟ لأن أصله أصلا من حران، وحران دي كانت معقل لحاجة اسمها المدرسة الإسمية الإسمانية، كانوا ما بيؤمنوش بالكليات ولا بيؤمنوا بالمعقولات الثانية، كان يؤمن دايما إيه؟ بالإسمية، يعني الحاجة إيه؟ مفيش معقولات، مفيش يعني العقل يقسم الشيء لذاتي وعرضي إلى آخره، ثم يتوصل من ذلك إلى التركيب والتصور والتصديق، ما عندوش هو الكلام ده، فكان ده سبب لرفضه إيه؟ للمنطق وغيرته عالدين. إلى جانب ذلك كفرهم وقفل باب المنطق خلاص، ودخلنا في دور الجمود الحقيقي بقى، مش اللي هو الفلسفي، لا، ده احنا حتى مش هنفكر، واخد بالك؟ فاصبح التقليد الاعمى زائد التصوف العاطفه الدينيه او التصوف هم المسيطرين على الساحه. ابن السبكي حب يعني يفك الموضوع، فاصدر فتوى ان الانسان لازم يعني يتمكن من الشريعه الاول، يحفظ القران ويتمكن من العلوم الشرعيه ومجتهد قبل ما يدرس المنطق. طبعا ده كلام يعني غريب، يعني هو المنطق اصلا بيضبط تفكيرك، ازاي هتدرس اي علم؟ المنطق هو الآلة للتفكير. عشان كده ابن سينا ألف مثلا الإشارات أول حاجة المنطق، النجاة أول حاجة المنطق، الشفاء أول حاجة المنطق، كانوا بيقدموه على الطبيعيات، على الفيزياء، لأن هو اللي هيضبط تفكيرك. هو يقول ادرس شريعة ومجتهد في الشريعة، يعني احشي دماغك معلومات لحد ما توصل ل 40 سنة، ابدأ ادرس منطق. خلاص ايه لازمته؟ ما خلاص يا ريتك ما درست، واخد بالك؟ لا، المنطق ده وظيفته يعلمك ازاي تفكر، فقبل اي علم تدرسه هو الاول،
بعد كده تبدأ تحكم على كل حاجة بقى. واخد بالك ازاي؟ فالشرط الفتوى بتاعته يعني لتدريس المنطق، عشان كده قال لك ايه؟ والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب. لازم يكون ممارس للدين كويس جدا عشان ما ايه؟ ما يقعش بقى في ايه؟ في أي مشاكل اعتقادية. طب لو أدى بنا الواقع يعني العقل إلى أي واقع سنقبل به. ليه؟ لأنه هو ده الواقع. بالنسبة للسنة برضو كان في واحد اسمه الصنعاني ألف كتاب اسمه تقديم أساليب القرآن على أساليب اليونان، واستدل على إن القرآن يعني مقدم على المنطق وبديل عن المنطق، المنطق ده حرام وفكرة يونانية، وده طبعا يعني قصور في التفكير اللي هو ايه المحتل جاب لي فكره فانا ارفضها عشان هو محتل. انا مالي وماله يعني، هب ان اكبر عدو ليا قال كلام صح. هنقش الكلام ولا هنقش الشخص؟ هنقش الكلام. لو النهارده اسرائيل عملت تكنولوجيا كويسه هنستفيد منها مثلا، ايه اللي يمنع نستفيد منها ونعمل زيها؟ فمخالفه الافكار او العلم عشان الشخص دي نظره سطحيه جدا، وللاسف بالله واحد يالف كتاب في كده، والكتاب ده ممكن الناس تاخده يعني وتشرحه او تعتبره هو مرجع يعني. واستدل على ان الهدهد توصل الى معرفه الله، الهدهد اللي هو غير عاقل توصل الى معرفه الله بدون عقل وبدون منطق، وبالتالي ممكن احنا برضو نعمل زي الهدهد. هدهد سليمان يعني قال لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض، فممكن احنا برضو نعمل زي الهدهد ونعرف كل حاجه من غير عقل خالص. السيوطي الف موسوعه وجمع موسوعه اسمها صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام، برضو ذكر فيها ايه تحريم المنطق الى اخره. انساد بقى الاسترباذي في 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 عند الشيعة قال ان كتب الاربعه الكافي للكليني تهذيب الاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، دي الكتب دي بتجمع اقوال الائمه واجتهاداتهم الفقهيه، وهي بديل عن التفكير المنطقي. واسالوا اهل الذكر يا اخي، انت لازم تفكر كل حاجه تفكر فيها، لما تحتاج اي حاجه اسال اهل الذكر وخلاص، وخلي عقلك ده ايه على قد الاكل والشرب والنوم وخلاص. وده طبعا يعني اقل ما يخسره الانسان هو نفسه وانسانيته عندما يلغي تفكيره يعني، صح؟ طيب بعد ذلك دخلنا في النفق المظلم العصر العثماني القرون الوسطى الإسلامية، وانتهى بقى التفكير المنطقي خالص، وقلنا ازاي الاثنين ألفوا تهافت الفلاسفة نزولا على رغبة السلطان، فكانوا بيدعوا للتصوف وللتقليد والجمود، وانتهت حركة العقل في العالم الإسلامي، ولم تفق الأمة الإسلامية أو الشرق الأوسط إلا مع مدافع نابليون بونابرت. لما جه اكتشفنا ان في حاجه اسمها مدفع، ان في حاجه اسمها بندقيه، فكانت صدمه كبيره جدا. خرجنا من نفق تخلف عميق الى صدمه حضاريه رهيبه، وجاء نابليون ومعه العلماء ومعه التنوير، ولكن تنوير مع المدفع، فتم رفض التنوير ده. لا لانه تنوير، وانما لانه جاي مع احتلال. لكن لو يعني هؤلاء الدول حاولوا ان هم فعلا يعملوا تنوير حقيقي ما كانش جه يعني بهذه الصوره. لكن محمد علي عمل نهضة كويسة جدا، وبعت بعثات علمية، هذه البعثات كان لها أثر كبير في التنوير. رفاعة الطهطاوي كان من التنويريين ومن العلماء المتفتحين جدا، وعلي مبارك، وما أحدثه بعد ذلك الشيخ جمال الدين الأفغاني رحمه الله، والشيخ محمد عبده، الناس دي كان لها دور كبير جدا في حركة التنوير والاجتهاد في الدين وفي الفكر عموما، ورسائلهم موجوده يعني في الفلسفه، شيء يعني جميل جدا ما شاء الله. بعد ذلك دخلنا بقى في ايه؟ الاحتلال الانجليزي، بدا حركه الركود الفكري تاني، وظهرت الحركات القوميه بعد فتره طويله من الاحتلال. هذه الحركات في ظل الاحتلال طبعا نشات جماعه الاخوان المسلمين، كيعني نوع من انواع مقاومه الاحتلال الى اخره. الاخوان المسلمين هي انا اراها يعني لوجهه نظري، هي ليست حزبا سياسيا، وهي ليست فرقة كلامية، وهي ليست مذهبا فقهيا. ومن هي ايه؟ انا شايف ان هي طريقة صوفية، ولكن امتهنت السياسة. يعني نفس عقلية شيخ الطريقة حسن بن عمل، يقول لك لو كان لو عطس في القاهرة يقول اتباعه في اسوان يرحمكم الله من شدة السيطرة. بيذكرني بايه؟ المقلد في يد المريد كالميت في يد مغسله يقلبه كيف يشاء. يعني الغاء العقل، وهنا قيمة المنطق وضرورة وجوده، ان الانسان يكون عنده استقلال. انت عضو في جماعة او جمعية، مش لدرجة ان انت يعني تكون كالمغسل في يد الميت في يد مغسله يعني. لا، لازم يكون عندك عقل، ولو زعيم الجماعة خالف العقل والمنطق تسيبه، هي دي مقتضى الحرية.
مقتضى الإنسانية. هذه الجماعة نشأت في 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 عصر احتلال وجمود، وحسب أن أصلا كان صوفي تبع الطريقة الحصافية، ومش على نفس نهج الصوفية، بس الصوفية ما لهمش علاقة بالسياسة، لا هو دخل في السياسة بنفس العقلية دي، عقلية السيطرة، عقلية إلغاء الشخصية، السمع والطاعة. بدأت يعني هذه الجماعة نواة بقى لإيه؟ لاستخدام واستغلال الدين من أجل الوصول للسلطة، وتعطيل العقل وتعطيل الفكر بصورة يعني غريبة جدا. بدأنا نستعيد بقى الامتداد بتاعها بقى داعش وإلى آخره، بدأنا نستعيد القرون الوسطى وعصور الظلمات مرة أخرى في القرن 21. وإذا أردنا سببا حقيقيا لكل هذه الأسباب هو تعطيل العقل وغياب المنطق، لأن أنت عمرك ما هتقدر تكبح الشعور الديني أو الفطرة أو العاطفة، عفوا العاطفة الدينية، لأن دي شيء موروث وموجود من إمتى؟ موجود من ملايين السنين. الإنسان أول ما بدأ يزرع بدأ يفكر أنه يبني معبد، لكن العقل هو الحاجة، هو الضابط الوحيد لكل مشاعر الإنسان وعواطفه، سواء الشهوة، سواء الغضب، سواء الشعور بالحاجة إلى الدين، سواء الشعور بالحب. أنت ممكن يعني ممكن أحب الناس ليك يعني يكون سبب في 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 مشاكل نفسية، صح؟ واحد يحب واحدة يجيله مشاكل، واحد يتعلق بشخص معين، ابنه يتوفى مثلا إلى آخره. فالاستسلام للعواطف وللمشاعر ممكن يدمر الإنسان. العقل هو الوحيد، وده تجربة شخصية يعني، العقل هو الوحيد، وتفعيل العقل هو الوحيد الضامن لأن الإنسان يبدأ ينسجم وما يكونش عنده أي صراعات أو كونفليكت أو 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 تناقضات في دماغه. فده يعني حركة الفكر في العصر الإسلامي. طيب لماذا رفض المسلمون التنوير؟ قلنا لأن المسلمون جاءهم التنوير على مدافع الاحتلال، لكن الإنسان لا يقبل أبدا أن يفرض عليه الحق حتى لو كان يعلم أنه الحق. ما ينفعش تفرض على حد أي حاجة حتى لو كانت هي حق. ففرض التنوير لن يساهم في نجاحه. هذا ما أردت بيانه، وشكرا. بنشكر الباحث معتز إبراهيم على الطرح، ونفتح باب الأسئلة. أستاذ معتز، الرؤية اللي حضرتك طرحتها النهاردة كانت جميلة جدا، لكن عندي سؤال مهم. هل الإنسان المعاصر في القرن 21 يحتاج للأديان؟ هو يعني الموضوع ده موضوع يعني شائك، يعني متعلق بفلسفة الدين، وهو خارج عن موضوعنا اليوم. لكن أنا شايف أن الإنسان يحتاج إلى العقل وإلى الشعور الديني المنضبط بضابط عقلية. نحن لسنا ضد يعني أي عاطفة دينية أبدا، ولسنا ضد التعبد. في ناس يعني بتلاقي راحتها في كده، لكن أي فكرة ما لم تكن معقولة لا يمكن أن تكون مقبولة. شكرا يا معتز على الورقة اللي قدمتها، يعني أعتقد أنه مهم جدا كشف التناقضات اللي انت قلتها سواء عند ابن تيمية او غيره، ودي الحقيقة ممتدة حتى فيما يتعلق بما بعد المنطق الارسطي او العلوم اليونانية. انه لحد النهاردة بيرى الكثير من الاصوليون ان او الاصوليين ان محاولة التلفيق او القفز على ما يمكن ان يخدم او يمرر مشروعهم ويجتزئوه، وهي مسألة الاجتزاء مش مشكلة عندي بقدر مشكلة التدليس. أعتقد أقرب قياس على ذلك مسألة ما بعد الحدث، بيتلحف بها كثير من الأصوليين الآن، لأن هي بمثابة المنقذ ليهم في مسألة مواجهة الحداثة والعقل الأوروبي أو العقل الغربي الكلاسيكي. دي واحدة. التانية احنا اتكلمنا فيها لو تفتكر لما تقابلنا أول مرة، وأعتقد محتاج أن أنت ترد عليها قدام الناس، أو يعني لما الفيديو ينزل، لأنه أعتقد أنه نقطة مهمة. احنا عندنا تطور من المنطق الأرسطي، المنطق يعني أكثر تقدم المنطق الرمزي أو الرياضي، لأن احنا سألنا السؤال ده في المقدمة، أنه هل يمكن أن يكون المنطق الأرسطي ما زال فاعلا سواء في الفكر الديني أو الغير فكر الديني في ظل وجود المنطق الرمزي والمنطق الرياضي وما بعد المنطق الغائم؟ أعتقد أن احنا متأخرين جدا، ولكن للأسف احنا حتى ما وصلناش للتأخر ده. شكرا. هو أولا يعني في قاعدة بتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا دلوقتي قلت المنطق السوري أو المنطق عفوا الأرسطي بينطلق من إيه؟ بينطلق من أسس بديهية. مهما تقدم العلم، هل ممكن
في يوم من الايام البديهي او النقضان يجتمعان؟ يعني انا شايف وجهه نظري ان النقضان لن يجتمعان مهما حصل لن يجتمعان، ولو اجتمع انهدم العلم ونسد باب العلم وما تكلمنيش عن اي علم بعد كده. انا بقول لك لو قلت انني موجود في هذه الغرفه معناها ايه؟ انني لست موجود في هذه الغرفه ارتفع فورا. مجرد ما انا احكم بان انا قاعد معاكم دلوقتي، لو انا قلت انا قاعد معاكم دلوقتي معناها ان انا في الشرقيه، انا رفعته خلاص، انا في القاهره معناها انا مش في الشرقيه، صح ولا لا؟ عذرا للمقاطعه، اتفضل. الفيزياء الكم تقول عكس ما تقول. ما هو مع حضرتك لو احنا شوف، لو صدر اي نظريه علميه تجريبيه يظهر منها مخالفه البديهيات دي، انا طبعا لازم اتعجب ولازم اسعى بكل ما اوتيت من قوه ان انا اعرف التفسير الواقعي الحقيقي، لان العلم كل يوم في تقدم كل يوم. فما ينفعش اجي عند تجربه واوقف المعرفه الانسانيه عشان التجربه ديت مش مفهومه بالنسبه لي. لا، انا بنقل التجربه زي ما هي. تفسير التجربه بقى ليها مين؟ ليها الفلاسفه اللي هم عندهم الاسس الفكريه. فانا ما ينفعش اقول عشان احنا ضمننا ان التجربه دي وصلت لاخر العلم، مش ممكن بكره يظهر حاجه تثبت ان الكوانتم غلط؟ ممكن ولا وارد هتقبلها علميا ولا لو العلم اسمع؟ هو الكوانتم اوريدي اثبت لحد كبير مساحه الناقضين يمكن ان يجتمعا. يعني لو ثبت ان الكوانتم غلط بكره هتسلم بيه ولا لا؟ ولو ثبت ان البديهيات غلط النهارده هتسلم بيه ولا لا؟ ما هو ما ينفعش يثبت. ما ينفعش يثبت لان الشيء ونقيضه مستحيل يجتمعوا. يعني انا ساعتها مش عارف احكم على حاجه. فكره الحكم على فكره الموضوع محتاج يعني ايه؟ مستحيل صوريا، وعشان كده اسمه المنطق الصوري. منطق ارسطو اسمه المنطق الصوري. لا يعني نظريه المؤمن يعني غريب شويه. يعني اجتماع النقدين معناها نظريه المؤمن يبقى فانت ده شيء تكوينا مستحيل، مش يعني ممكن لكن صعب. يعني انت مجرد تكذبه وتصدقه. أنا أصولية يونانية في الفقه. أنا بقول لك إيه؟ يمكن يكون الشيء في نفس الوقت صادق وكاذب. يعني امتناع اجتماع صور وكاذب يعني من أبدأ البديهيات في الصلاة المعاصرة يدركها يعني. يعني مستحيل في قضايا بديهية فطرية. نفس رد فعلي على أول مرة احتكيت بالكوانتم. يعني ممكن تكون عملية صح وغلط؟ جدا. حق وكذب؟ ممكن. يبقى كيف يكون الحكم يعني؟ ايه هو الحكم؟ يعني إيه؟ انا لما احكم على حاجه معناها ايه؟ الحكم هو ايه؟ الحكم هو رفع احد طرفي النقيض. ترجيح احد طرفي. او ترجيح احد طرفي النقيض. انا لما اقول فلان ده كويس او فلان ده عالم معناها ان هو جاهل، ده انا رفعتها. رجحت جانب العلم على الجهل. ده تضاد، بس انا بضرب مثال. فلان عايش، لما الدكتور يقول يا جماعه فلان ده مات بقاء الله، معناها انه رفع ان هو عايش. فالحكم هو رفع شيء واثبات نقيضه. الحكم ترجيح احد طرفي النقيض. فانت لما تقول ان النقيضان يجتمعان، فكره الحكم اصبحت عبث. مفيش حاجه اسمها حكم. لو قلنا للاستاذ احمد سامر القطره هيتحرك قدامه وورا في نفس اللحظه، معناها ايه؟ القطر مشلول، القطر واقف، هيتحرك قدامه وورا في نفس اللحظه. طبعا كتير من الناس اللي بيقولوا باجتماع النقيضين بيغفلوا عن شروط التناقض، هم ما درسوش المنطق. اتمنى اي حد ينقد المنطق الارسطي او المنطق يدرسه كويس. في شروط 10 لازم تتوفر، يعني بنلخصها في وحده القضيتين من جميع الجهات. لابد ان القضيتين يكونوا متحدين. فاجتماع النقيضين بهذه الصوره يستحيل تكوينا ان يقبله العقل، لان العقل سيصاب بشلل تكويني. زي ما تقول القطر يمشي قدام وورا في لحظه واحده، امشي يلا يا قطر، هيقف، هيمشي قدام ورا ازاي؟ فالعقل ما ينفعش يجمع الشيء ونقيضه في وقت واحد. وبالتالي هيصاب بشلل، وبالتالي مفيش تفكير، مفيش حكم، ومفيش شك كمان. لان الشك يا معلم يعني لا يستطيع ان يرجع احد طرفي النقيض، وفي نفس الوقت لا يستطيع ان يجمع بينهما. فيقول لا ادري. زي لا ادري. رجع. الله موجود يقول لك ما ادري. معدوم يقول لك لا ادري. وما يقدرش يقول موجود ومعدوم يقول لا ادري. الشك نفسه بدون التسليم والاستسلام لهذه القضيه الواضحه جدا، احنا لا يمكن ان تحكم على شيء. ان الف باء، لانه الحكم عباره عن ترجيح احد طرفي الايه؟ النقيض. بتروح الف باء في قبال ليس الف باء، فانت بتفكر لا تجد عندك دليل ان الف باء، فتقول اذا انا اعتقد ان الف باء. لو النقيضين يجتمعان يعني الف باء وليس الف باء لست ان تحكم. اذا عندك
لما انتش عارف ترجح تقع في الشك تلقائيا، تقول لا ادري. ما معنى لا ادري؟ يعني لا ادري هل الف باء ولا ليس الف باء؟ واضح معنى لا ادري. وانت ليه بتقول لا ادري؟ لانك ليس عندك مرجح لاحد طرفي النقيض، وفي نفس الوقت لا تستطيع ان تجمع ايه بينهما، تقول الف باء وليس الف باء. واضح ام لا؟ وذاك اللا ادريين والاجونيست مثلا زينا عندهم لا ادريه في الله في قبل الملحد، الملحد حسب امره قال الله غير غير موجود، المؤمن يقول الله موجود. واضح؟ اللا ادري يقول ايه؟ انا لا ادري. لكن ما عندناش واحد تجي يقول الله موجود وايه؟ لا لا معنى لا اصلا، لا معنى اصلا، تكوينا محال. واضح؟ فانا مش فاهم المساله الواضحه هذه كيف تغيب يعني عن الاذهان في قضيه في غايه البداهه. يعني يعني انت الطفل الصغير حتى رضيع اذا انت وعدته تجيب له حاجه حلوه وما جبتهاش يزعل ليه؟ يرى انك كذبت عليه، فيكون انك صادق وكاذب. ما ينفعش يا بابا هو صادق وكاذب. واضح ان هو دلوقتي كاذب، هو وعدني وما جابليش الشوكولاته فكاذب. فقضيه فطريه يعني مستحيل هي اساس الحكم بل اساس الشك ايضا، يعني دونها لا يمكنك ان تحكم، لا يمكنك ان ايه؟ ان تشك في نفس الوقت. هذه بقدر بداية، وبعدين هي ام القضايا يعني بناء عليها يبدا اصل الهويه ان الشيء هو نفسه. شو بعد ذلك اصل السببيه وبقيه القوانين المنطقيه بعد ذلك. دي اصول العلم ودي فوق الزمان والمكان، يعني لا تتقادم. العقائد ممكن تتقادم، الاراء ممكن تتقادم، الايديولوجيات ممكن تتقادم. اما هذه القضايا لا معنى انها تتقادم لانها ايه؟ غير مرتبطه بالزمان والمكان. يعني نقول النقدان لا يجتمعان، نقول لا يجتمعان هنا في صورون العلمانيين، او لا يجتمعان الان. لا، هي فوق الزمان والمكان، هي قضيه في نفسها ايه؟ زي 2 في 9 و4. فين يعني في صورون العلمانيين سوى 4 وفي المكان اخر سوى 5؟ لا، هي 2 في 2 سوى 4 الى الابد. ومستحيل الا تكون كذلك. طب دي قضيه نظريه التفت، يعني مش بديهيه دي، يعني النقدين لا يجتمعان ابده منها. ومع ذلك واضح ان مستحيل تكون 2 في 5 في يوم من الايام، مستحيل. فدي نفس المساله يعني. فاذا احنا ما ينبغي ان احنا هذه قضايا احنا نستسلم لها نكتشفها، مو ان احنا نفرضها مجرد فرض اللي هو هل لابد تؤمن. لا مش لابد، الانسان يستسلم لها. زي مثلا اراك امامي الان ما اقدرش انكرك، مش انا خايف منك، ما اقدرش انكرك، انت امامي الان، افتح عينها ليك امامك. دي بديهيات، بديهيات حسيه، في بديهيات حسيه، في بديهيات عقليه. هذه قضايا يعني يعني تعتبر الف باء التفكير. فاذا انكرناها ما فيش الف باء، ما فيش لغه، ما فيش اي للتفاهم للحكم للتفكير حتى للشك. وشكرا. حبيت بس اشير لنقطه هي جت في ذهني يعني وانت بتتكلم الحقيقه، لفكره انه خلينا نتفق انه الاشاعره ظهروا كفرقه ردا على الصراع المعتزلي مع الجبرية. فكان في المعتزلة بيتكلموا عن فكرة الاختيار، وفي المقابل الجبرية بيتكلموا عن فكرة الجبر. فجاء الأشاعرة يعني عشان يعملوا يعني شكل كده، انا رأيي انا الشخصي فيه انه شكل تلفيقي، بس هم كان وجهة نظرهم انه ده كان حل وسط. وكتير من الناس اللي بيدرسوا هذه الفترة او بينظروا لهذا الظهور يعني انه كان حل وسط ما بين الاثنين. الحقيقة انه هنا هنقف عند الأشاعرة ونقول رأيي، يمكن هم بيتبنون كتير، والأزهر انت عارف ان هو بيقول على نفسه ان هو أشعري، تمام؟ فبيتبنوا فكرة انه ابن تيمية ليس من رحم هذه المنظومة. فأنا مش بقول انه ده رأي يعني رسمي، بس ادعي ان ده رأي بيتبناه عدد لا بأس به من الشيوخ اللي موجودين دلوقتي، تمام؟ وعدد لا بأس به من المنتسبين للأزهر من الشيوخ دول، تمام؟ فإنه ابن تيمية يعني ليس من رحم هذه المنظومة، فتلاقي إنه أبو حامد الغزالي يكون شخص محتفى به، تمام؟ لكن ابن تيمية شخص لا، احنا ننكر ما يقوله أو ننكر انتساب بعض الآراء لي عشان نبرئه منها بشكل ما. بس انا هنا محتاج النقطه اللي انا عايز اشير ليها هي فكره ايه؟ انه هل ابن تيميه حقيقه خارج عن اطار هذا الخط، تمام؟ او هو بيشذ عن هذا الخط، ولا ابن تيميه كان نتيجه لهذا الصراع اللي بدا منذ صراع الجبريه مع المعتزله، تمام؟ ووصل بينا الحال الى ابن تيمية وما بعد ابن تيمية والاخوان المسلمين زي ما انت وصلت. هو خط كامل في حالة في بروجريس حاصل، تمام؟
ابن تيمية هو حلقة فيه، حلقة طبعا شديدة الخطورة فيه، لكن هو فيه خط بيتقدم بشكل واضح. الاستدلال على ده مش استدلال يعني حقيقي قد ما هو إشارة يعني ممكن بس تاخدنا في الاستدلال. هي مسألة طبعا اللي أنا بقوله ده تستدعي البحث والعمل فيها كتير عشان تقدر أن أنت تحط فيها رأي بأدلة حقيقية أو قوية. يعني أنه أنت أشرت الفكرة فعلا مهمة، وفكرة أنه في وقت ابن تيمية كان لو بصيت لمن هم الفلاسفة الحاضرين في الصورة هتلاقي حصل خفوت تام في حضور الفلاسفة، بل انه الحضور اللي كان موجود ده لو افترضنا انه كان موجود كان هتلاقيه بيتواجد في المنطقة بتاعت المتصوفة او في منطقة الشيعة، اما منطقة السنة كانت فترت تماما من الفلاسفة. تمام، هنا لما انت بتتكلم عن ده او لما بتاخد الاشارة دي ما ينفعش ان انت تتعامل مع الاشارة دي على انه ده ابن تيمية هو من احدث ده، لانه في مثلا حد يعني خليني اتكلم بوضوح، اسلام بحيري مثلا بيتبنى رأي زي ده، تمام، ابن تيمية هو المتسبب في ده. طب اذا الكلام ده اصلا حصل في وقت وجود يعني في وقت وجود ابن تيمية، يعني هذا ليس تأثير ابن تيمية، بالعكس ابن تيمية اثر مش مؤثر. يعني هو جاوب على سؤاله وهو بيسأل يعني هي النظرة الكلية بتختلف عن النظرة الضيقة. يعني هو انت لما بتشوف السلسلة اللي احنا قلناها هو ابن تيمية كان نتيجة لاستغلال الفكر والمنطق، استغلاله والأخذ بانتقائية، أولا الإقصاء، ده أقصيت جزء من المنطق وسبت جزء تاني، بعد كده استغليت الجزء ده، بعد كده وقعت في مغالطات اللي هو المصادرة على المطلوب، الاعتقاد ثم الاستدلال، كل دي نتائج وصلت العالم الإسلامي لحالة من اللا عقلانية. أصبح كلمة علم أو عالم تطلق على حافظ القرآن، حافظ الحديث، حافظ الأحكام الفقهية، ده هو العالم. لكن العالم الحقيقي هو المنطقي، هو الفيزيائي، هو الفيلسوف، العلوم الحقيقية اللي بيسميها ابن سينا الموجودة لا باختيارنا، حاجات واقعية ما ينفعش ننكرها لأنها موجودة في الواقع. لكن الأمور الاعتبارية اللي بتختلف من شخص لشخص وبلد لبلد وزمن لزمن دي ما ينفعش تكون هي العلم أو هي دي لا ممكن. طبعا لازم نتعلمها، أنا لازم أدرس قانون وأعرف القانون إيه لو أنا عايز أكون مفكر وأدرس علم النفس وأدرس، لكن العلوم الحقيقية هي دي. فأصبح كلمة عالم تطلق ابن تيمية علامة أو عالم، ليه عالم؟ حافظ القرآن والسنة. فدي مشكلة كبيرة. وطبعا طالما بقى عالم وتسمى أنه عالم هينقد بقى أي حد، وينقد المنطق وينقد ويجيب من هنا ويحط هنا وينقد، كلها حاجات إيه يعني منقولة، وحتى إبداعاته زي ما قلنا إبداعات مردود عليها. فابن تيمية نتيجة ابن تيمية نتيجة للغزالي، وسيد قطب نتيجة لابن تيمية، خد بالك. فهي سلسلة مأساوية يعني، وده كله بسبب زي ما قلنا غياب العقلانية في التفكير والتعليم يعني. شكرا. ونشكر الباحث معتز إبراهيم، ونشكر الحضور، وإلى اللقاء.